along straight wire carrying current I1 equals 20 ampere هو ده on the axis of a long cylindrical shell that carries current I2 equals 50 ampere لتحت ده I2 ده I2 بيقول find the magnitude and direction of the net magnetic field B at point P that is outside the shell at a radial distance 20 centimeter from the axis. امبيرز بيقول امبيرز اللي بيقول ان تكامل البي دي ال بيساوي الميو نوت في الاي انكلوز. الاي انكلوز اللي هما الاثنين مع بعض وطبعا هو محيط اسطوانه اذا البي هيساوي الميو نوت اي انكلوز تطرحهم من بعض ده 50 وده 20 يبقى 50 ماينس 20 تقسيم 2 محيط الدائره 2 باي في الار اللي قالها لي بوينت 2 يبقى هيساوي الميونت طبعا 4 باي 10 سالب 7 دي 30 30 في 4 يبقى 120 باي 1/10 سالب 7 تقسيم كنا شلنا الباي مع الباي احسن مش مشكلة 2 باي تقسيم بوينت 2 طلع الجواب البي قيمتها 3 في 10 سالب 5 تسلا اتجاهها لفين؟ اتجاهها مع التيار الأكبر التيار الأكبر تحت فهنقول كده تحت ونلف برايت هاند رول يطلع لنا لبره يبقى البي بالمنظر ده فنقول out of page ولو كان كده الاي وكده الجي وكده الكي نقول تبقى رسمتنا بلس كي طبعا اي واحده فيهم تغني